حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناه الايام الفضائيه، وهذه حلقه جديده من برنامج الوسم. انا كرار حباب، فاصل قصير وفقره فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. اهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقره فيس تو فيس، حيث الاخبار والمواضيع والاحداث والترندات المحليه والعربيه والعالميه اللي دائما ما تكون موجوده في برنامجنا برنامج الوسم. اولى مواضيعنا واحداثنا في هذه الفقره هو الترند اللي هو دائما ما راح يكون في كل شهر مره، في كل مناسبه دينيه في كربلاء المقدسه وبالنجف الاشرف او عند الكاظميه المقدسه ايضا، تكون الاعداد من شيعه امير المؤمنين من الموالين لآل البيت آل بيت محمد بالملايين. بعد ما كفت شيء اسمه عشرات الاف، لا اكو ملايين، ويعني ماكو شيء اسمه مثلا مليون، لا مليون وفوق، مليونين وفوق، 3 ملايين وفوق، ماكو شيء اسمه مليون. العتبه الحسينيه المقدسه بعد انتهاء الزياره الشعبانيه، زياره النصف من شعبان اللي احياها العدد اللي اجى لكربلاء واحيا مراسم هذه الزياره، هم أكثر من مليونين زائر من جميع المحافظات العراقية وأيضا من خارج البلد، أكثر من مليونين زائر جوي أحيوا زيارة النصف من شعبان متباركين بولادة الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام، عجل الله فرجه وسهل الله مخرجه الشريف إن شاء الله في هذه الزيارة. مليونين مثل بسهوله، يعني سهوله تجي الناس مليونين من كل المحافظات، فبالتالي هذه الزياره اللي كانت ايضا ترند لاسبوع كامل. خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله. العتبه الحسينيه مليون زائر راح يزيارة النصف من شعبان. عقيل يقول متباركين بولادة منقذ البشرية الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل الله مخرجه. كاف نون تقول والله أكثر، لأن شوارع الإمام وشوارع كربلاء ما شاء الله كلها ازدحام وربي. مرتضى يقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد ما شاء الله متباركين. محمد يقول مبارك لكم ولنا ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وآل محمد الطيبين والطاهرين. تعليق من حيدر الكعب يقول اللهم بارك لنا بولادة صاحب الزمان المهدي عليه السلام، الإمام المهدي عليه السلام. احنا مثل ما تعرفون دائما كل تفاصيل اللي تخص الزيارات ناخذها، لذلك استكمالا لهذا الموضوع وايضا عن طريق العتبة الحسينية، هذا خبر مهم جدا اللي راح تشوفوه حاليا. العتبة الحسينية المقدسة تعلن قرب اكتمال مدينة كاملة تحت الارض تستوعب مليون زائر. هذا الخبر امامكم تقدرون تتأكدون منه. العتبة الحسينية المقدسة مليون زائر، مدينة كاملة تحت الأرض تستوعب مليون شخص. ما أعتقد أكو بالعالم كله مدينة تحت الأرض تستوعب هذا العدد، يعني ما أعتقد هذا الشيء موجود في كل العالم، يعني مليون شخص تحت الأرض. على العموم هذا كان موضوعنا الأول في فقرتنا الأولى وتفاصيله اللي مثل ما تعرفون احنا نتحدث بيها، يعني عدد كبير جدا من الناس الموالين وأيضا عن المدينة اللي قرب اكتمالها، يعني بالفترة اللي جاية تكتمل. هذا كان موضوعنا الأول. موضوعنا الثاني في فقرة فيس تو فيس، هنا احنا نسولف وناخذ راحتنا لان المبلغ المبلغ يا جماعة الخير مبلغ كبير كلش.
أكثر مما تتصورون. يقول لك بإيرادات بلغت 23 مليار دينار. هسه انت اول ما تسمع هذا الرقم راح تقول ها نفط، ها غاز، ها مدري شنو، ها بإيرادات بلغت 23 مليار دينار. المرور تسجيل 460 ألف مخالفة بحزام الأمان خلال شهر شباط الماضي بإيرادات بلغت 23 مليار دينار عراقي. يا يابي يا يابي شو اسولف؟ شو احكي؟ شو اقول؟ منين ابدي بالموضوع؟ منين انتهي؟ شنو التفاصيل اللي ممكن نسولف بيها انا وياكم؟ 23 مليار دينار عراقي. يا عراقيين سمعوا، 23 مليار دينار عراقي لشهر واحد بعدد غرامات وصل 460 ألف مخالفة على حزام الأمان. الله أكبر. أولاً ليش 460 ألف واحد ما لابس حزام الأمان؟ ثانياً 23 مليار دينار وين راح يرحن؟ زين 23 مليار دينار وين راح يرحن؟ ثالثاً الشوارع المزدحمة هاي اللي مالك محط رجل، زين منو يعني منو يقدر يتغرم بيها يعني مثلاً هاي؟ ومن يقدر يمشي مثلاً 40 باي الشوارع؟ من يقدر يمشي 50؟ اذا هو ازدحام يعني سوالي بس الحزام. هسه احنا بالمناسبة يعني احنا ما نقول لا تلبسون، بس يعني مثلا بالطريق الخارجي لا والله غصبا ما عليك واجب ارتداء الحزام، بس يعني من المضحك بالموضوع انه ببغداد ما تقدر يعني ما تقدر تمشي سريع، لذلك يعني ما قد حد تلبس حزام. زين يعني اذا طريقك 10 دقائق انت تفضى بساعة ونص ساعتين مثل الورد. يعني أنا اليوم الصبح رحت للمنصور أخذت لي تقريبا ساعتين مثل الورد، زين بينما هسه إذا بالليل هسه ماكو ازدحام لا والله يمكن ربع ساعة. زين المهم هسه قول تغرموا وذولا مخالفين وآلي مع تطبيق القانون، ال 23 مليار دينار عراقي وين راح يرحن؟ ليش الجسور ما بيها حال؟ ليش التبليط تعبان؟ زين هذا ليش ما تصير بعد منا وهيش تمويل هاي المؤسسات الذاتي؟ زين ليش ما يصير؟ إضافة إلى ذلك أتمنى من تجي هيك مبالغ تراجعون إدارات يعني المرور، يعني تراجعون دائرة المرور مثلا اللي حول دائرة لتحويل الأرقام للحزام لغيرها البيع والشراء وإجازة السوق. أتمنى تراجعوهن إذا عندكم هيك مبلغ، كله كرفانات وساحة وطين وما أدري شنو هذا، ولو سبويس خالين. خب إذا عندنا هيك مبالغ تدخل للمرور أرتب أسوي، وبالعكس أسوي المرور فتشي ربحي، أسوي فتشي ربحي للمرور بهذا المبلغ خلال شهر. يعني انت ذا ظليت تحاسب على حزام الامان بالشهر الواحد 23 مليار، اضرب 23 في 12 في 12 شهر، شوف ايش قد راح. خلينا نضرب العدد احنا نشوف ايش قد راح يطلع. انا متاكد راح يطلع الرقم فتشي يعني 23 في 12 يساوي 276 مليار دينار عراقي. 276 مليار دينار عراقي هاي اذا انتم ظليتوا كل شهر تغرمون على هذا. المناسبه بس شغله، ترى بس حزام الامان وترى الدفع فوري مثل ما تعرفون، لو يسحب السنويه يعني مدفوعات. زين لحد
الوقوف الممنوع هذا شلون، تجاوز الرون سايد، النفاذ اللي اجازه السوق اللي ما مسوي اجازه سوق السنويه غيرها، ذنج قد زين. اذا عدنا هاي الفلوس تدخل للمرور يا اخوان، مو الاجدر انه احنا نسوي بيهن فد شيء مفيد؟ بعد اصلا اقطع بعد ميزانيه تجيني من الدوله من الماليه، لا ماري بعد ما يصير انطيها. يعني انت جاي تاخذ فلوسك 23 مليار بشهر واحد، تعتبر تمويل ذاتي، بهذن الفلوس اسوي لي مشروع ربحي للمرور. ترى اكو شغله معي، الجيش بمصر عنده شركات ويربح وهذا ويشتغل، الجيش يبني بيوت وعمارات وللناس وهذا، الجيش ركز وياي، الجيش بمصر زين فاتح باب الاستثمار وعنده شركات ويبني وهذا، حتى يمول نفسه ذاتيا، ما يعتمد على الدوله، عنده اليات، عنده معدات، عنده كل شيء. لذلك اذا المرور تجي هذا الرقم، خب اسوي والله عمي اشتري معارض مال السيارات استثمرهن، كل شيء تقدر تسوي. اضافه الى ذلك تقدر تعمر الطرق، طريق مثلا صار بيه طسه او صارت فيه مشكله، ما انتظر موافقات وامانه العاصمه وما اعرف شنو مراجعات وهذا، مباشره انا اسوي، عندي اجيب عمال شركه تسوي لي الشارع، فضت راحت. زين التحويل سهل مال السيارات، كل شيء بفلوسي هاي احدث، اسوي الكتروني تقديم، احدث نفسي. هاي رساله الى مدير المرور العام، يعني احنا جاينا صيف واحنا طبعا نشوف المراجعات وهذا، حاره الدنيا، طابور ايش قدش كبره وعايشين الحاله. يعني اتمنى اذا تطبلنا هيك مبالغ، خلي نسوي فد شيء، مؤسسات مرتبه رصينه، واكيد تقدرون على هذا الشيء. يعني انا ما اريد احسدكم على هذا المبلغ، بس بالقران الكريم هذا هواي، 23 مليار دولار، يعني اذا مليار دينار، عفوا مليار دينار عراقي، هذا مبلغ ضخم، يعني حسبه كم مليون دولار بس بالشهر. زين اضف الى ذلك انت ذا هذا شهر واحد وفقط حزام الامان، لعد باقي المخالفات ايش قد يا اخوي. خلينا نشوف الموضوع تفاصيله، وايضا ردود افعال المواطنين. بايرادات بلغت 23 مليار دينار المرور، تسجيل 460 الف مخالفه بحزام الامان خلال شهر شباط الماضي. عندنا تعليق من عباس العراقي يقول فلوسهن وفلوس التسجيل والاجازات السوق والطرق والجسور وين قاعد يروحن؟ المفروض موازنة الداخلية تكون ذاتية هي وأمانة بغداد والمالية. عبد القادر يقول بهالحالة حتى اللي ما لابس حزام مال بنطلون يقصوا له وصل. يقول حتى اللي ما لابس حزام مال بنطلون يقصوا له وصل. والله يبيها مجال يعني يا عبودي. علي يقول من ضمنها الخمسين ألف مالتي، لو ما طالع بهذاك اليوم كان هسه المبلغ 23 مليار الا 50 الف. هو يعني 22 مليار و999 مليون و 50 مالتك 50 الف. فوزات فهد تقول صلحونا كم شارع بيهن والطسات، يعني من المواطن والراحه والراحة المواطن والدولة ما خسرانة شيء. آخر تعليق من أحمد الجابري يقول بعد ما يحتاج نعتمد على النفط العراق راح يعيش بفلوس المرور. والله يقدر يعيش بفلوس المرور، يقدر يعيش بفلوس المرور، لأنه هذا المبلغ الضخم كلش هذا كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. هذا كان موضوعنا الثاني في فقرة فيس تو فيس. موضوعنا الثالث في هذه الفقرة موضوع رياضي، موضوع فني. يونس محمود النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم اجتمع قبل قليل بالكادر الإسباني، كادر المنتخب الوطني بقيادة
خيسوس كاساس وأليخاندرو فاريلا وخافير برانديت، واللي موجودين كلهم يعني بحضور بعض النواب، وأيضا ناقشوا بهذا الاجتماع رؤية وتطلعات الاتحاد والمنتخب وإدارة المنتخب للمستقبل القريب، وأيضا مباراة روسيا اللي راح تكون في روسيا في مدينة سان بطرسبورغ في 26 من الشهر الحالي. يونس محمود اجتماع بالكادر الإسباني. خلي نشوف البيان اللي نزل بصفحة الاتحاد وأيضا التفاصيل والصور. نائب الثاني لرئيس الاتحاد يلتقي المدرب كاساس. التقى النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي يونس محمود وعضو الاتحاد غانم عريبي اليوم الخميس في مقر الاتحاد. المدرب خيسوس كاساس والمساعد أليخاندرو فاريلا ومدرب اللياقة البدنية خافير برانديت، إلى جانب حضور المدير الإداري للمنتخب مهدي كريم. وتم التطرق أثناء اللقاء إلى خطة عمل المدرب للفترة المقبلة تحضيرا للاستحقاقات المرتقبة، وفي ضمنها التحضير لخوض عدد من المباريات الدولية الودية وفق أجندة الفيفا خلال عام 2023. وأشاد محمود بالخطة التي وضعها يعني يونس محمود مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس والفكر الذي يحمله الجهاز الفني في قيادة أسود الرافدين، موضحا أن اتحاد الكرة يسعى جاهدا إلى تذليل جميع الصعاب التي قد تواجه سير العمل من أجل إعداد منتخب واعد قادر على مقارعة المنتخبات المنافسة. من جهته أوضح عضو الاتحاد عضو لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة غانم عريبي أن التعاون سيكون مفتوحا ما بين المنتخبين الوطني والأولمبي، متمثلا بالتفاهم المتبادل ما بين المدربين خيسوس كاساس وراضي شنيشل في الاستفادة من خدمات أي لاعب يرونه مناسبا لارتداء القميص الوطني. هذا هو نص البيان اللي نزل قبل قليل في صفحة الاتحاد، بيان مهم وأيضا اجتماع مهم تمت مناقشة فيه الكثير من الأمور التي أيضا لم تعلن في البيان. احنا نقول انه مثل هيك اجتماعات دورية مفيدة لتبادل الأفكار ما بين الكادر التدريبي وأيضا الاتحاد العراقي. بالنهاية اثنيناتهم يردون يشتغلون من أجل منتخب قوي، منتخب ينافس، منتخب يرجع للواجهة من جديد. العراق مثل ما تعرفون بالزمانات كان منتخب قوي لحد ما رجعنا هسه ب 2023، يعني أخذنا لقب، آخر لقب أخذناه قبل يعني عدد وافر من السنوات. على العموم احنا شو نقول؟ نقول نتمنى التوفيق للكادر الإسباني بقيادة خيسوس كاساس وأيضا الاتحاد العراقي بتذليل كل الصعوبات أمام المدربين، وليس فقط على مستوى المنتخب الوطني. احنا اليوم نشوف الأولمبي راح يسافر إلى قطر إلى الدوحة لخوض بطولة ودية على مستوى المنتخبات. أضف إلى ذلك منتخب الشباب اللي هو حاليا في أوزبكستان أيضا ينافس على حسم بطاقة التأهل إلى المونديال في حال تغلب على إيران في المباراة اللي راح تقام ما بين منتخب شباب العراق ومنتخب شباب إيران. إذا فاز المنتخب هم يتأهل لدور مقبل وهم يحصل بطاقة التأهل إلى كأس العالم. أضف إلى ذلك يعني مثل ما قلت مثل منتخبنا الوطني راح يسافر إلى روسيا نهاية الشهر لخوض معسكر تدريبي ومباراة مع المنتخب الروسي. وغيرها من الأمور، منتخب الصالات حاليا أيضا في المغرب، منتخب كرة القدم صالات الخماسي أيضا في المغرب معسكر تدريبي ومباريات على مستوى عالي. ومنتخب الناشئين بالفترة القادمة أيضا راح يسافر ويدخل معسكر. هذا العمل الصحيح اللي دائما ما نسعى ونطمح إليه، هذا العمل اللي نريده دائما
حتى على مستوى دوري المحترفين البعض يقول لك والله أنا يا دوري محترفين شوف حكامك، شوف فار ما عندك، تصير مشكلة والله تطفى الكهرباء بملعبي، والله استفاد دوري محترفين. حبيبي إذا تطفى الكهرباء بملعب مثلا وموجود دوري محترفين خل تطفى، راح يتغرم يعني، ترى طبيعي جدا. دوري المحترفين فريق إذا تأخر بالنزول دقيقة واحدة يتغرم كذا كذا ألف من الدولارات، يعني مو 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 بالشيء الهين. البعض لازم له، شلون ما تقول لازم له سيف، لو لازم له صوت ويكسر يفلش يضرب بكل من يطالب بدور المحترفين او دخول الفار وغيرها من الامور. والله ها والله احنا بعدنا ما جاهزين، والله ما، لا والله انت تريد الوضع يبقى على ما هو عليه، انت تريد دائما الفوضى تعم في الرياضة، انت دائما تريد مشاكل، لان يعني انت تحتاج على هذا الموضوع، تحتاج على المشاكل، تحتاج على كثير من الامور اللي اذا ردنا نتكلم اليوم بالرياضة. يعني مثل ما تعرفون رادنا حلقات وليس حلقة واحدة، حلقات متواصلة من الحديث، من المواضيع، حتى ممكن نستضيف اشخاص، بس مثل ما تعرفون يعني احنا نقول اكو نهضة حاليا في كرة القدم العراقية، اكو نهضة على مستوى المنتخبات وايضا على مستوى الدوري. السنة الوحيدة اللي نشوف بها الدوري يلعب في ملاعب خضراء، يعني ارضيتها خضراء، ما نشوف الصفار اللي سائد على الثيل، ولا نشوف الملاعب اللي بها يم الجول رشاد ويم الجول الثاني فجل، ولا نشوف الملاعب اللي بيها طين، عبارة عن طين، بالشتاء طين وبالصيف تراب. زين، السنة الدوري الوحيد هاي السنة يعني ما بي خالي من هاي الملاعب إلا ملعب الصناعة اللي ما أعرف شلون طوى ترخيص، بس هو بالبداية كانت أرضيته خضرة وزينة، بعدين قلبت إلى صفار. ما على العموم إحنا نسعى دائما إنه نتطور ونشيد بكل عمل. هذه صورة من الاجتماع نابل الثاني يونس محمود، وهذه أيضا صورة من الاجتماع اللي قاعدين بيه محمد عماد المنسق الإعلامي، الخاندرو باريلا، كاساس مهدي كريم، يونس محمود، وغانم عريبي، وأيضا برانديت مدرب اللياقة. هذول المساعدين، ايضا هذا كاساس. محمد الموسى يقول يونس استمر على عناد المضغوطين، اما انا الرسم مدري الرسم انا يقول، وهل اشترط يونس محمود اضافة الحرس القديم الى المنتخب؟ يعني مستحيل انه يفكر يونس محمود يضيف لاعبين الى المنتخب، مستحيل هذا الموضوع، يعني لاعبين قدماء ولا اي لاعب جديد، لانه مثل ما تعرف المدرب هو خياراته ما حد يتدخل بها، فاذا تدخل اي شخص من الاتحاد العراقي حتى لو كان الكابتن عدنان درجال فراح نحكي ونقول، وهذا يعني مستحيل احد يتدخل في خياراته، واذا احد يتدخل في خيارات المدرب فهذا مدرب مع احترامي فاشل، وانا ما اشوف بهاي الصفه، وما اعتقد احد يقدر يتدخل بخياراته. بس اترك المدرب يشتغل ولا تتدخلون بعمله، تعليق من العراقي. ابو ايمان ايضا العراقي يقول راح تكون صدمه كبيره للقائمه المستدعات يوم السبت، راح تشوفون العطلات اللي فرضها يونس محمود على المدرب. اما الدراجي يقول يونس محمود عليه ان لا يتدخل بخيارات المدرب كاساس، وان لا يسرب للاعلام امكانيه استدعاء اللاعبين القدماء الذين استبعدوا من المنتخب. هذا كان آخر تعليق في آخر موضوع بخصوص فقرة فيس تو فيس. مشاهدين الكرام، فاصل قصير، فقرة ترند تيوب، خليكم ويانا، أحد يروح بعيد. حياكم الله مجددا مشاهدين الكرام في فقرة ترند تيوب. بعد ما حصل في ديالة من أمور وجرائم عديدة في فترة وجيزة، ذهب رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني الى دياله، واجتمع بمجلس المحافظه وقاده الشرطه وايضا وجهاء المدينه، انتشر فيديو
صار ترند يوجه من خلاله القادة والشرطة اللي موجودين، يعني بغضون أسبوعين إذا ما سلمتوا الأشخاص الفاعلين للجريمة فأنتوا عليكم أنه تقعدون في منازلكم. خلينا نشوف الفيديو ونرجع نسولف. والله كلام يعني واقعي وممكن يعني، بس الواحد يقول ها والله شنو حكي واقعي ومعقول. أضف إلى ذلك يعني كلامه ترى صحيح، يعني ليش نبقى مجلس الوزراء الناشد ها مدري شنو ها الناشد وزارة الداخلية، لا أكو مفاصل في كل مؤسسة في كل وزارة يجب أنه تؤدي عملها بالشكل الصحيح على أكمل وجه، من قيادة شرطة، جهد استخباري يعني مثلا أمن وطني، استخبارات، مكافحة، كل الصنوف مع كامل الاحترام والتقدير الأبطال ذولا لازم أن يشوفون عملهم. يعني ما ننتظر ولا ينتظرون رئيس الوزراء يوجه بهذا الموضوع. بالنهاية هو عنده عمل أكبر من هذه الأمور، بس لأنه دم عراقي سال، لا الرجل جو وأمر أنه خلال أسبوعين يتقدم الأشخاص اللي سوى وعملوا في دياله من جرائم بالفترة الماضية أنه يتقدموا للعدالة. وفعلا هذا جهد لازم يقوم به حافظة دياله، حكومة دياله المحلية، قيادة شرطة دياله، أمن الوطني دياله، مكافحة، استخبارات، كل اللي موجودين هناك من صنوف مع كامل الاحترام والتقدير لهم لازم يقومون بهذا العمل. بالنهاية يعني هو هذا الصحيح، يعني انت دور شوف من الفاعل منو، لا تبقى هيك يعني. على العموم خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو اللي انتشر لي دولة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني. يوسف يقول بارك الله بكم وبجهودكم. أبو ثار يقول قمة في العطاء، الله يبارك فيك. أما أمير يقول كلام عراقي شريف وشجاع، تكلم نيابة عن كل ما يريد قوله كل عراقي شريف. حج أبو مصطفى يقول الله يوفقك ويعينك ويسدد خطاك. أما محمد يقول وفقك الله ونصرك لحفظ العراقيين. هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الفيديو الأول اللي انتشر عندنا. الفيديو الثاني اللي أيضا ترند في مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين اللي مضن، مجموعة من العاملات من أفريقيا على ما أعتقد أو من الفلبين ما بالتحديد، صار حريق في قرب جامعة وحسينية، وظهر هذا الجامعة والحسينية منزل ساكنات به العاملات. الشيء الغريب بالموضوع انه فلشوا الباب، الدفاع المدني نقذهم، فلش الباب يلا طلعوا. زين منو حابسن هنا؟ هن قافلات الباب وما قدرن يطلعن بعدين. منظر مؤلم يعني، حريق وكان جو نقذوهن وطلعن ركض يعني. بس نريد نعرف الموضوع تفاصيله، خلينا نشوف الفيديو بالبدايه وبعدين نسولف. اول شيء نشكر الدفاع المدني على انقاذهم من المكان اللي كانوا هم به من الخطر اللي قد يشوفوا. بالمناسبه اعتقد ان هي هاي اكو شركه يعني هي مختصه بالايادي العامله، هي شركه يعني تجيب وتتعاقد وياهم. فاول شيء لازم توفر لهم الحمايه والامان. ثاني شيء ليش الباب مقفول؟ يعني فرضا تاخر الدفاع المدني، فرضا تاخر التبليغ، تاخرت الناس بالتبليغ للموضوع، زين او ما سمعوا اكو بشر، اكو هنا فتيات كان ماتن اختنقن، اذا مو بالنار يحترقن يختنقن بالغاز بالدخان. ليش قافلين الباب؟ اعتقد ان العاملات من دوله كينيا. الباب ليش مقفول؟ ليش ما عندهم نسخه من المفتاح؟ إذا يشردن مثلا ليش جايبين أصلا؟
زين اذا يروح منا ومنا اعتقد الجوازات موجوده عندكم، والمفروض اكو رقابه. ليش؟ بالنهايه هي انسانه متغربه وجايه تشتغل. زين بالنهايه هي انسانه جايه تشتغل، فاعتقد المفروض يعني ما ينحبسن بهاي الطريقه. زين فبعد ما اعرف يعني، الحمد لله على سلامتهن، وشكرا لابطال الدفاع المدني. انا اشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو. يقول سمير: لا حول ولا قوة الا بالله، بارك الله بجهود رجال الاطفاء، استغفر الله العظيم على شغلة الحرائق والتي نسأل الله تعالى السلامة للجميع. عدنان يقول: بارك الله بجهود الدفاع المدني الذين يخاطرون بحياتهم لانقاذ الناس. عم احمد يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، هذا اختطاف، جايات يشتغل بشغل بسبب فقر حالهم تعامل معهم بهذه الوحشيه. شنو الكلمات متقاطعه تكتب خويا شو اسمك؟ لبنى تقول: يا مسكينات الحمد لله على سلامتهن، حتى الفقير اللي جاي يسترزق من بلد بعيد تختطفوهن. لا هسه احنا ما مختطفين، هسه تختطفوهن ما مختطفين، بس انا جاي اقول غلط تقفلون الباب. حسبنا الله ونعم الوكيل، وبارك الله برجال الدفاع المدني، ربي يحميهم. اخر تعليق من مهدي يقول: لا حول ولا قوة الا بالله، ليش قافلين الباب عليهم؟ هذا كان فيديو اللي شفناه. خلينا نشوف الفيديو اللي بعده وايضا نسولف. سامعين مني يقول لك اكو ناس تتعاقب بالدنيا قبل الاخرة، حرامية لصوص في امريكا، طبعا بلد اللصوص اللي معتاد عليه، حرامية سرقوا سيارة من احد الاشخاص، فالله سبحانه وتعالى عاقبهم بشكل فوري، اصطدموا بسيارة اخرى واصطدموا ببناية، وقعت البناية عليهم. انا فوق كل هذا يعني، فوق كل هذا اللي صار، جاء الشرطي يريد يلقى القبض عليه، طلع يعني طلع بيهم واحد عايش، ما ادري اثنين ما ادري، كلهم عايشين يعني، لا من الدعم ماتوا ولا من البنايه اللي وقعت عليهم ماتوا. زين يمكن راح يموتون على ايد الشرطي اذا ما يسلمون نفسهم. هذا العقاب اللي يصير بالدنيا قبل الاخره، بس ما شاء الله عقاب فوري لمجموعه من اللصوص حاولوا او سرقوا، هم بالفعل سرقوا سياره احد المواطنين، تعرضوا الى حادث سير قوي جدا مثل ما تشوفون، مباشره بالبنايه وقعت البنايه عليهم، وكانما البنايه هاي مصنوعه من فلين، مصنوعه من شنو هاي؟ كرتون يعني، ولا عبالك طابوق ما ادري بلوك ما ادري جبسن بورد لو غير من الامور. زين ما يصير زلزال بهاي المنطقه، كان شفنا العجب اذا هاي البنايه بسياره وقعت. يعني بناها بالنسبة لبنايات تركيا والله عم قوية، بنايات تركيا لأن الزلزال انشقت الأرض يعني، مالت الأرض هيك انشقت انفتحت فوقعت البناية، هاي ناو سيارة وقعت، هذا يصير زلزال شلون؟ نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الموضوع. عياد يقول: القانون هو عدالة السماء على الأرض، وبدون القانون مصيرك الهلاك. أما ندوان يقول: اللهم ارزقنا قلوبا تتجلى بخشيتك، ونعما تدوم بفضلك، وأرواحا تهوى طاعتك، ولسانا لا يمل من ذكرك. اللهم إنا نسألك في كل يوم جديد زدته في حياتنا أن تزيدنا معه إيمانا ورزقا وعافية وسعادة وتوفيقا. اللهم إنا نسألك فرجا تقر به الأعين وتصح به الأبدان وتسمو به الروح. اول شيء ندوان عاشت ايدك على الدعاء، دعاء حلو لطيف، وخليتنا نقراه وياك ونسمع للساده المشاهدين. شكرا لهذا الدعاء الحلو بصراحه، هو يعني مرات تلقى بالتعليقات شغلات حلوه، ناس تكتب فد شيء حلو، بس ما عدا ذول اللي مثلا اني احب اعبر عن حالتي بثلاث نقاط، نقطه نقطه نقطه، يخلي ثلاث نقاط فيما، لا مو ذولا، لا مرات تلقاك واحد مخلي له فد آية قرآنية، فد حديث نبوي، فد دعاء حلو جميل بالتعليقات، واحد شوية من يقرأه ترتاح نفسيته.
ميلاد تقول هسه هذا اللي دا يصرخ مقهور على الحراميه لو على السياره، بس الحقيقه عقاب بوقته وبمكانه. محمد يقول نسخه الى سراق هذا البلد، اين المفر من عداله السماء؟ احمد يقول هذا بناء غير عاوي، مثل مجمعات سكنيه بغداد ومحافظات يعتمدون على مقاول مو شغل هندسه، وتركيا كل بناء انهار، عاد هاي امريكا حادث سياره هدت بنايه. هذا كان فيديو حادث الدهس، عفوا الحادث اللي اصطدامه اللي وقعت به البنايه. الفيديو اللي جاي هو فيديو حادثة الدهس، اللي فيديو الغريب العجيب. ساحة كبيرة جدا لا يوجد فيها غير سائق الشاحنة والرجل الذي يدفع بالعربة. خلينا نشوف الفيديو ونشوف اللي راح يصير شنو. هاي بنزين خانة حسب ما يقال. ثانيا هي بالعراق، يعني في احدى المحافظات الغربية. ثالثا شايفين هذا يقول لك قاعد بالصحراء وجا قال له الدنة، هذا هم ينطبق عليه. يعني بالبداية الله يرحم الشخص اللي توفى بسبب حالة الدهس. مكان كبير جدا جدا ويسع لي عشرات من السيارات الكبيرة. شوف ربك، خلى غشاوة تصير على صاحب الشاحنة وعدم يعني ولا مبالاة او فد يعني شعور من قبل الشخص اللي توفى. صار الحادث بينما انت ذا تشوف هسه الفيديو تقول ما من الممكن انه شخص يموت هنا بهيك حادث. مثل ما تشوف يعني معقولة مشافة للشخص تقول تجيك تتفكر، ظل تفكر زين معقولة هو الشخص الله يرحمه اللي توفى ما شاف التريلة هي بيدهش كبرها. بس ربك ساعة وأجل ويوم وقدر، مكتوب انه يموت في هذا اليوم خلاص، تعددت الأسباب والموت واحد. زين لذلك مثل ما تشوفون يعني حالة الدهس اللي صارت. سنوفو نزل مدري شي. خلينا نشوف التعليقات على عجالة حول هذا الفيديو اللي انتشر بصورة كبيرة. سحر تقول ساحش كبرها إلا جيت ودعمتها. أما أياد يقول قد يتدخل الجن في هذا الموقف لكون السائق لم يلاحظه، وكذلك الشخص لم ينتبه، وكأنه يوجد حجاب بينهما. تغمد الله روح الفقيد وأسكنه فسيح جناته. تعليق من أبو عبد الله يقول الله يرحمه، في ناحية سليمان بيك في محطة وقود شهرين أيضا قبل شهرين أيضا طبعا هو التعليق انا طفرت على الورق، في محطة وقود الضواري الله يساعد ويصبر اهله لان اخوه قبل شهرين ايضا توفى. الله يرحمه ويرحم اخوه، الله يلهم هذه العائلة الصابرة الصبر والنسيان على هذا اللي حدث. مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم، حتى التقيكم في الحلقة القادمة، اقول لكم في مال الله.